قد تبدو بعض الأشياء أبسط للغاية من حقيقتها، ولكنها في الحقيقة أكثر تعقيداً مما تبدو عليه. عملية معالجة المعادن واختيار الخامات هي بحد ذاتها علم ويحتاج من الخبرة الكثير والكثير. نحن في زيرفا تجاوزنا هذه المرحلة وأثبتنا قدرتنا، وإنجازاتنا خير برهان. دقة متناهية في التصميم، إتقان عالي في التصنيع، اهتمام ومتابعة لأدق التفاصيل.